عندك بقى الفرش القديمة دي هنعمل أفكار كتير جدا مع بعض هتعجبك في الفيديو بإذن الله. يلا بينا بقى نشوف أول فكرة معانا إيه. الفكرة دي بقى حلوة جدا، هتجيبي فرشة الشعر وهتجيبي بقى أي نوع برفان أنت بتحبيه وتفضليه، وهتبدأي بقى كده ترشي على الفرشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالشكل دوت بقى هتلاقي ريحه الفرشه معاكي ريحتها خطيره، كل ما تيجي تسرحي هتلاقي ريحه شعرك ريحتها خطيره جدا. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا. نيجي بقى هنا للفرش. طبعا الفرش القديمه ديت بتبقى حلوه جدا وبتنفعنا، بدل ما نرميها وكده لا، هنعمل فكره حلوه جدا بيها. هجيب بقى البنسه زي ما انتوا ما شايفين كده، وهبدا اطلع الفرشه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، اهي بتطلع معايا بمنتهى السهوله. لا بدل ما نرميها كده لا، هنعمل فكرة خطيرة جميلة جدا وهتنفعنا. هبدأ بقى اشيل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كله كده. بعد ما شلت طبعا منها كله، هبدأ بقى كده اغسلها بقى معايا كويس جدا، وهبدأ بقى كده امسحها معايا، انشفها بقى كويس جدا عشان احنا عايزينها ناشفة معانا. بقى اجيب الصنفره. الصنفره دي بتتباع عند الموان اللي هو بيبيع المسامير والبويا والحاجات اللي زي كده، يعني هتقولي له عايزه صنفره هيديكي يعني حته كده بخمسة جنيه بتلاتة جنيه، يعني زي ما تحبي، بس ما بتبقاش غاليه يعني. هو انا قطعتها معايا بالشكل دوت عشان خاطر برده ما اطولش عليكم الفيديو، اهي خليتها كده تبقى على قدها بالظبط. هبدا بقى كده اجيب الدبل فيس او الشمع، يعني المتوفر عندك اشتغل بيه، لو عندك مسدس الشمع تمام مفيش اي مشكله خالص. هجيب الدبل بقى فيس، وطبعا في دبل فيس بيبقى تخين شويه، انا عشان عندي رفيع فهعمل على 3 مرات مثلا. الدبل فيس برده بيبقى حلو جدا وبيلزق اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهلزق تمام كده. وهبدا بقى كده اشيل الجزء دوت طبعا اللي هو بتاع الدبل فيس اهو، اللزق اللي بيبقى عليه يعني اهو، بدات كده شيلته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهحط بقى الصنفره طبعا اهي اللي احنا عاملينها بقى على قدها بالظبط اهي. هبدا بقى اجيب الصنفره الثانيه وهقصها على قد دي بالظبط كده، نعلمها كده عليها اهي، نقصها بقى كده عليها، اعلمها برضو عليها زي ما علمت دي كده بالظبط عشان تبقى بس قدها تمام كده. قصتها بقى على قدها بالظبط. هبدا بقى اجيب كده الدبل فيس زي ما عملنا كده في الاولانيه، هعمل في الثانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهعلم برضو عليها. يعني افكار كده سهله وبسيطه وبتنفعنا بصراحه كتير، يعني بتبقى حاجات كده بدل ما نرميها لا نستفد بيها احسن تمام كده. هبدا بقى احط برضو الصنفره كده عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبالشكل دوت عملنا بقى مبرد للضوافر ومبرد للكعبين بتوع الرجل، يعني الكبيره شويه ديت للكعبين بتوع الرجل من ورا، تصنفري بيها كده كل مثلا 3 4 ايام كده تخلي رجلك جميله وزي الفل، وطبعا ديت للضوافر. عملناهم بطريقه سهله وبسيطه جدا وما كلفوناش اي حاجه. اتمنى بقى لو الفكره عجبتك والفيديو عجبك واول مره تشوفي قناتي تدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكرة دي بقى حلوة جدا، هتجيبي ورق الغار او ورق لوري، وهتبدأي بقى تجيبي اي نوع بخور انت بتحبيه وبتحبي ريحته، وهتحرقيهم بقى بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفكرة دي بتبقى حلوة جدا لو عندك بقى ناموس او هاموش كده في مطبخك، بتضيع بقى الحشرات طبعا واي روايح بقى في مطبخك او في الشقة عموما. يعني جربي بقى الفكرة دي وهتعجبك جدا. في فيديو النهارده بقى هنعمل افكار كتير جدا مع بعض، طبعا من ضمنهم الولاعه، شايفين بقى مصديه ومتوسخه خالص معايا وكمان مش بتولع، هنعمل بقى تصليح الولاعه بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس اتمنى لو اول مره تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بنزله باذن الله. يلا بينا بقى نسمي الله كده ونبدا الفيديو. شايفين بقى كميه الولاعات اللي عندي، كل الولاعات ديت ملهاش اي لازمه بصراحه، مسافه بس ما نشتريها كده تولع مره مرتين تقع في الارض خلاص شكرا كده اتكسرت. وطبعا برضو ديت كذلك، يعني ما بتستخدمش كده في المطبخ لا ما بتبقاش حلوه خالص بصراحه. احلى حاجه اللي هي المسدس اللي هي الاشعال الذاتي دي، ازاي بقى هننضفها بكل سهوله. هجيب بقى المنديل وهجيب بقى الحرف بتاع الولاعه زي ما انتم شايفين كده، وهاخد حته بقى من المنديل يعني حته كده صغيره جدا، وهقصها كده معايا بالشكل دوت، يعني هقطعها بالشكل دوت وهلفها زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اجيب الحرف بتاع الولاعه واحط فيه المنديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
وهبدأ بقى لف المنديل. شايفين بقى؟ هتلف المنديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيطلع بقى اي دهون طبعا متراكمة جوه الولاعة، لان الولاعة طبعا معانا في المطبخ طول اليوم، فهتلم بقى الدهون، فعشان كده مش بتولع. شايفين بقى الدهون اللي هتطلع من الولاعة؟ شايفين بقى الدهون والصدى؟ شايفين معايا عاملة ازاي؟ طبعا الفكرة دي بتبقى حلوة جدا، وهتشغليها بقى بمنتهى السهولة معاكي، بدون بقى ما تفكيها ولا تتعبي نفسك خالص. هنيجي بقى نجرب الولاعة طبعا بعد ما شلنا منها الدهون والصدى. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، ولعت معايا بمنتهى السهولة. بجد الفكرة دي حلوة جدا، هتدعيلي عليها، جربيها وهتعجبك جدا. نيجي بقى هنا للولاعة عشان طبعا ننضفها بقى من الصدى اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا مش هنجيب عليها مية خالص عشان خاطر الاشعال بتاعها ما يبص، ما تجيبيش عليها مية خالص. هنجيب بقى نص ليمونة وهنحطها بقى في الملح زي ما انتم شايفين كده، يعني هنغطسها كده في الملح. هبدأ بقى امشي على الولاعة زي ما انتم شايفين كده بالليمون والملح، مش هنحط عليها مية خالص بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. ومن الناحية الثانية برضو نفس الكلام. شايفين بقى الصدى اللي طلع؟ شايفين عامل ازاي؟ طبعا الليمون بيبقى حلو جدا في التنظيف طبعا. هبدأ بقى اجيب السلكة ديت، لو ما عندكيش عادي مفيش مشكلة، بس الخشنة ديت بتبقى حلوة جدا بصراحة في التنظيف. وهبدأ كده ادعك الولاعة بتاعتي كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت بالسلكة. شايفين بقى ما شاء الله لمعت معايا وبقت زي الفل. شايفين بقى الصدى اللي نزل منها والسواد؟ طبعا السلكة الخشنة دي بتبقى بصراحة حلوة جدا. هبدأ بقى اجيب المنديل المبلل، لو ما عندكيش عادي بمنديل عادي مفيش اي مشكلة خالص، او بحتة قماشة كده بليها. انا عملت معاكم افكار كتير جدا بالمناديل المبللة دي، هتلاقيها على قناتي. شايفين بقى ما شاء الله لمعناها وخليناها جديدة معانا وشغالة وزي الفل. سامعين؟ جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي بجد. اتمنى لو اول مره تشوفي قناتي تدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. يلا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده ايه. نيجي بقى هنا للمكوى والسرنجه. هتجيبي بقى اي نوع برفان انت بتحبيه وبتفضليه، وهتحطيه في السرنجه زي ما انتم شايفين كده، وهتبداي بقى تحطيه مطرح كده ما بتحطي الميه بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. تمام كده، وبالشكل دوت بقى اقفليها بقى كده، وبالشكل دوت بقى هتلاقي ريحه الهدوم معاكي ريحتها خطيره، وانت طبعا بتكوي البخار بتاع الميه هيطلع، وهيطلع معاه البرفان اللي انت بتحبيه وبتفضليه. لو عجبتك بقى الفكره اتمنى تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله.